السلام عليكم. امين عدلي تبارك الله عليه، لاعب مغربي كيلعب في الدوري الالماني مع باير ليفركوزن. وتبارك الله عليه امين عدلي هو واحد المهاجم من الطراز الرفيع واللي كيلعب بواحد المستوى عالي ويعول عليه في جميع الماتشات باذن الله عز وجل. وان شاء الله هو زيد في 2000، يعني عنده 24 سنه تبارك الله عليه، وكيلعب بواحد واحد القوه واحد المتانه. وشفتو تبارك الله تشوج بالكاس مع الفريق ديالو باير ليفركوزن تبارك الله عليه، والمدرب ديالو شكرو بزاف واشاد به ونطالي مزيان هادشي كيشرف. صراحه كنفرحوا ملي كنشوفوا زائر الاسود في جميع الفروق ديالهم، هادشي كيزيد يعطينا نعيشوا ما عاشته البرازيل في السابق، ما عاشته البرازيل في السابق يا سيدي القاضي، وهادشي مزيان. غير هو خصكم تعرفوا كناس متابعين الكره ان ما يمكنش وليد الركناكي يعيط على 10 هجوم. حنا خصنا جوج من الحاجه، جوج خصنا جوج من الحاجه، جوج من الحاجه، جوج مهاجمين، جوج مدافعين، جوج اجنحه يمين، جوج اجنحه يسار، وسط ميدان. يعني ما يمكنش نعيطوا على جميع اللعابه. حنا كنحاولوا المدرب وليد الركناكي عيط على من هو الافضل واللي يليق لك، اللي يليق لك، حيت كاين مثلا شي فرق كيليق معاهم النصيري، النصيري جوجوشياش كيليق معاهم انه كيضرب بالراس. كشوت تبارك الله القفزه ديال كريستيانو اللي علق عليها في المقابله مع البرتغال في كاس العالم في قطر، يا سلام. كاين اللي كيلق معاهم رحيم، كاين اللي كيلق معاهم، فهمتي شنو نشرح لكم؟ كل مهاجم وكيخدم لواحد الفرقه قادر انه يعطيك التغيير. هذا هو اللي كاين. باش تكونوا غاديين مزيان، الله يسخر لكم، الله يسخر لي، الله يسخر جميع سيداتي سادتي.